السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة جماعة الخير هنتكلم عن تفسير حلم ابني يبكي في المنام. قضية الابن في المنام، في البداية يا جماعة حابب أدلل على أمر مهم جدا، ان الاب او الام لما يشوفوا ابنهم في المنام بداية هم مشغولين بابنهم، خايفين على ابنهم. فالنهاردة لما اشوف ابني يبكي في المنام، هذه الرؤية تدل على ان هذا الابن احيانا من الممكن ان هو يعاني من بعض الامور في حياته. وطبعا دي بتختلف على حسب عمر الابن، لو انه شاب كبير خلاص الموضوع، او لو انه طفل صغير ربما يعاني من بعض الوعكات الصحية. لو رأت المرأة او الرجل الابن يبكي، فاذا كان كبيرا فسوف يصاب ببعض الهموم والاحزان، او ربما تدل هذه الرؤية على انه سوف يتورط في بعض المشاكل ومع شديد الاسف. طبعا الكلام ده كله على حسب حالة الرأي وتفاصيل الحلم، كل الكلام ده ممكن يقول إلى معاني أخرى. طب لو أنا شفت مثلا ابني يتبول دم، ما معنى هذه الرؤية؟ إشارة إلى أن هذا الابن سوف يتعرض لأزمات كبيرة جدا في حياته، إشارة إلى أن هذا الابن طبعا هو كبير في السن، إشارة إلى هذا الابن أنه للأسف سوف يعني يدخل في بؤرة ذنوب ومعاصي، أو إنه هو بالفعل عنده ذنوب ومعاصي. وهذه رؤية تحذيرية، ينبغي على الوالد أو الأم اللي شاف الرؤية يحذر ابنه من الذنوب والمعاصي، وينبغي أن ينتبه إليها. ربما تدل إشارة أن الابن يتبول دما في هذه الرؤية، أحيانا هذه الرؤية تشير إلى أن هذا الابن ومع شديد الأسف يدخل في قضية زي مثلا فواحش إلى آخر هذه الأمور. فالرؤية طبعا غير محمودة بالمرة، وأنا مش حابب أستطرد فيها ولا أطول فيها. وأحيانا تدل هذه الرؤية على أن هذا الابن يكسب ما من مال حرام، ومع شديد الأسف مكاسب غير شرعية سوف يدخل فيها هذا الابن ومع شديد الأسف. فبصفة عامة رؤية غير محمودة، أموره غير سليمة، طريقه خاطئ، ذنوب معاصي إلى آخر هذه الأمور، فينبغي أن ينتبه إليها الأب أو الأم ويحذر ابنه ويقعد معاه ويشوف الدنيا فيها إيه. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.